مرحبا، قبل ما تشتروا أي برفان بليز احضروا هالفيديو. مرحبا عن جديد. اليوم رح لكم قبل ما تشتروا أي برفان شو لازم تعملوا. طول وقت بدكم تشتروا بارفان، هون عم بحكي عن البارفان اللي ما بتعرفوه، يعني رايحين تشتروه لأول مرة، أو رايحين مش عارفين شو بدكم تشتروه، بدكم تنقوا بارفان معينة لتشتروه. أول شيء البارفان هي تركيبة كيميائية مركبة من كذا موليكيولز، من كذا نوتس. الموليكيولز هن النوتس، هن أشياء من الطبيعة، زيوت من العنبر، العود، الأخشاب، خشب الأرز، خشب الصنوبر، كل هاي بيستخرجوا منها نوتس، روايح، بيعملوها زيوت، تنخلط بطريقة معينة مشان تعطينا البارفان. وهي بتيجي بطريقة هرمية، يعني البارفان بتبلش مثل الهرم من فوق لتحت، من الراس للكعب. اول شيء بالهرم هن التوب نوتس، اللي هن افتتاحيه البارفان او الاوبننج تبع البارفان. هيدي اول ما نرش البارفان بنشم الاوبننج تبعه لفتره من 5 ل 10 ل 15 دقيقه ماكسيموم. هيدي الاوبننج. بعد الاوبننج ننتقل للميدل نوتس. ميدل نوتس هي مرحله ترانزيشن بين الاوبننج والبيس. بعد الميدل نوتس وقت بلش البارفان يتحول انه للدراي داون، اللي هي البيس هي الدراي داون، وقت ينشف البارفان علينا. هيدي الفترة هي اطول فترة رح ترفقنا بالبارفان. وقت ينشف علينا البارفان ممكن يضل علينا لسبع ساعات، 8 ساعات، حسب اداء كل بارفان. فهون هيدا الريحة الاخر شيء رح تبقى علينا، وهيدي اكتر ناس رح يشموه علينا، هي لانه رح ترفقنا اكتر فترة بحياة البارفان علينا، من وقتها منرش البارفان لوقتها تختفي عنا. فعطول وقتها بدكم تشتروا بارفان ما تحكموا على البارفان من اول رشة، رشينا اوف واو شو حلوة يلا اشترينا، لا، بترشوا بارفان عايدكم، فيكن جربوا بارفان تاني، ما في مشكلة، على كل ايد واحدة. هون مثلا ديور سوفاج، هون مثلا بلودو شانيل، بنرش على كل ايد ومنقارن هي عجبتنا اكتر، وما بنشتري دغري، منفل، منتركها، منعير اي سعر الشينا لنعرف قدي اللونجيفيتي تبعها، قدي رح تضاين علينا. بعدين نحن وعم نتنقل عم نعلي ايدنا هيك، بنشوف الفواحين عم نشمها، الريحة عم تطلع ولا بدنا، او بدنا كتير نقرب لنشمها. بيرجع من كفة نتركها وقت لنشوف الدراي داون تبعها، رح يعجبنا الدراي داون مثل ما عجبنا مثلا الاوبنينج. الدراي داون رح يطول معنا 5 ساعات 6 ساعات حسب كل بارفان، ومنصير نشم هالدراي داون، عجبنا بنشم كمان قد ايه رح تضاين هالبرفان علينا. يعني بنكون جربنا الاوبنينج وجربنا الفواحين او وقتها عم تفوح هالبرفان، وجربنا اللونجيفيتي تبعها، وشفنا الدراي داون اذا عجبنا. يعني اربع اشياء تأكدنا منهم، اذا كلهم هول عزوقنا هالاربع اشياء ساعتها بنرجع وبنشتري البرفان، بتكون هالبرفان مناسبة لنا وتفاعلت مع بشرتنا مظبوط، كان بالاوبنينج او بالدراي داون تبعها، وبتكون مناسبة لنا. شغلة تانية كمان لازم ننتبه لها، انه البارفان تتفاعل مع البشرة. يعني وقتها بيعطونا بالمحل الكرتونة هي التستر ستريبس، بنرش بارفان عليها وبنشمها، هي بتعطينا، ممكن تعطينا فكرة عن البارفان بس ما بتعطينا الفكرة المظبوطة 100%، لانه كل بشره تفرق عن الثاني بالبرفان. يعني ممكن انا رش برفان تطلع علي كتير حلوه، شخص ثاني هي ذاتها لانه بشرته دهنيه او ناشفه بتفرق كتير، بتفرق وممكن تطلع مش حلوه عليه،
انا تطلع حلو علي، هو بارفان تاني تطلع حلو علي ما تطلع حلو علي. فالبشرة هي اساس بتنقية البارفان، نوع البشرة. منشان هيك بدنا نجرب على ايدنا، ممكن نشم بارفان على الورقة تعجبنا كتير ونشتريها، بس نوصل على البيت نرشها حالنا ما تعجبنا. هذه كمان شغلة لازم ننتبه لها كتير، مشان ما واحد يشتري بارفان وما تزبط عليه بعدين بس يرشها على حاله. بتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. رح أعطيكم إكزامبل صغير عنا صار معي. هذا البارفان أيمان باي تيري موغلر. أول ما اشتريتها هالبارفان رشيتها صراحة ما حبيتها، يعني شميتها على حالي هيك نفرت منها كأول 5 دقايق 10 دقايق، ما اشتريتها تركتها وفليت. بعد شوي صرت شم ريحة حلوة، طلعت هيك لا يا عمي هالبارفان هالميجلر اللي رشيتها لك شو صارت حلوة، صرت شمها عجبتني كتير يعني، وضاينت بعد 5 6 ساعات بعد ما عم شمها مزبوط. تاني يوم رجعت واشتريتها، عم بقلكن يعني أول ما رشيتها ما عجبتني أبدا، بعدين بعد 10 دقايق أو ربع ساعة صارت شي رائع. هيك بس حبيت أعطيكم إكزامبل صغير. أتمنى تكونوا استفدتوا وشوفكم بفيديو جديد إذا الله راضي.